إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل، وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان. بسم الله، يسعد أيامكم ويسعد دقائقكم وثوانيكم ويسعد كل لحظة نشوفكم فيها دايما، وإن شاء الله دايما تكونوا بخير وعلى ألف خير. اليوم قناة سميرة دايما سفاري. أنا نازك مسعود ياسين من فلسطين، بجيب لكم شغلات من بلدي الحبيب. اليوم رح أعمل لكم شغلة هي متواجدة بس شوي متطورة. إحنا دايما بنحافظ على أطباقنا الأصيلة وتراثنا العريق، بس لازم دايما نضيف شوية إضافات شبابية. يعني اليوم أنا بدي أعمل أرز مع لحم مفروم وبطاطا، شغلة كثير بسيطة. بس أول إشي بسم الله ونبلش بالرز. الرز لأنه أنا اليوم بدي أغليه لحاله بس ملح. يعني أنا رح أجيب الرز، هجيب هاي مشان أغسل الرز. أنا كمان اليوم متعودة إنه مرات أنقعه مرات لا، هلا أنا ما بديش أنقعه. هجيب الرز، هالكمية كثير منيحة. بالنسبة إلي وراح أجيب قبل طنجرة أنا رح أحط عليها شوية زبدة. متعودة أحط السمن، بس لما يكون الرز يعني لحاله أبيض أنا بحب طعمة الزبدة أحسن، لأنه مش رح أحط فيه منكهات كثير. هيك أنا رح أجيب الزبدة أسيحها، أخليها لتسيح كثير معنا، وكمية تكون مليحة، بس أحط لها شوية زيت كمان. الشغلة الأولى هيك رجعوا لمحله، هو هلا رح يبلش يسيح معانا، وأنا هو يبلش يسيح وأنا رح أغسل الرز. رح أحكي لكم ليش اخترت الرز اللي لونه أخضر، لأنه نشا أقل، بتحس إنه نشا فيه أقل وأقل بكتير. مجرد إني غسلته رح أسقطه في الزيت والزبدة. هيك أنا مجرد أحركه شوي رح أحط عليه شوية ملح، فلفل أسود، أظلني أقلب فيه شوي وأغمره بالمي زي الرز المفلفل. مجرد تشويح هيك بسيط مشان كل حبات الرز يتغلفن بالزبدة والزيت. هيك بدنا هلا نجيب مية تكون سخنة، ولازم تكون سخنة كثير. أنا بديش مية باردة على الرز وأنا أصلا حطيت فيه نار، يعني الرز ساخن لازم المية تكون سخنة. هيك
المي مناسبة كثير مليح. أحط النار بالأول تكون كثير عالية لحد ما الرز كله يتغلى معنا، يصير أطرافه كلها يتغلى المي معنا، بعدين مشان أوطي عليه أخليه. ورح ننتقل للشغلة الثانية اللي أنا بدي أعملها. بدي أجيب أي بول بدي أحط فيه لحم مفروم. شوفوا رح أحط بالأول مكونات شو هي، كثير بسيطة. لحم مفروم أنا رح أحط عليه بصل، بصل يكون مرحي كثير منيح، شوية نشا، ملح بس، وبيض. البيض مش رح أحطها كلها مشان أعرف أحسب الحاجة اللي أنا بدي إياها. هون بصل هيك، بدي احط النشا. النشا انا بحطه كثير للحم المفروم، يمكن لاحظته من اول ما بلشنا في سفاري انا دائما بحط النشا لانه بيعطي له طراوه كثير كبيره للحم المفروم. هيك بدي احط شويه بقدونس. شوفوا الرز كيف غلي معنا، اطرافه كلها غليت معنا، مجرد تحريكة كثير هيك بسيطة. رح اوطي عليه النار، اغطيه واخليه حتى يستوي معنا. هلا زي ما حكينا انا حطيت لحم مفروم، بصل، نشا، بقدونس. هلا رح احط البهارات اللي انا بدي اياها. انا كمان مع اللحم المفروم ما بحبش كثير بهارات، رح احط ملح، شوية بابريكا، احط شوية كمون. اللي بدوش يحط الكمون او بده يغير بهارات هاي مش رياضيات، على حسب النكهات اللي انتو بدكم اياها. انا حطيت كل المكونات مع بعض، رح اكسر هلا حبة البيض. بالاول رح احط الصفار بس، انا رح احط الصفار بعدين شوف اذا بحط كل البياض ولا لا. اشيل هاي لانه بهاي الخطوه بالذات انا بدي اعجن بايدي. اجيب جوانتي، رح احكي لكم على البطاطا. انا البطاطا شو عملت، بس غليتها بمي وملح، ما حطيت لهاش ولا اشي تاني، غليتها بعدين شلت القشر من عليها وحط خليتها لتبرد تماما، بدوش يدخل كله عادي، بدي اعجن بس به هيك. شوفوا زي ما حكيت البيضة ما تحطوهاش كلها، حطوها على جنب، حطوا بالاول الصفار وشوفوا القوام تبع اللحم. انا بديش اياه سائل، بدي اياه ماسك شوي حاله هيك. حضيف شوية نشا كمان، دخلت فيه هواء قد ما فيه، مزجت كل المكونات مع بعض. انا راح اشيل جوانتي خلاص، بدي اياه، بدي اجيب بس شوية مي لا اشتغل كثير منيح. اشيل هذول خلاص، بدي اياه. هلا انا جبت شوي مي معي لانه راح يساعدني كثير في الشغل. انا هذول الشغلات رح اشيلهم هيك لانه بديش اياهم، احط هدول كلهم على جنب، هاي كمان بديش اياها مشان انظم شغلي. لازم اجيب بايركس اللي بيروح على هذا كثير منيح، احطه هيك. بعدين حفرجيكم انا رح اشتغل بايدي يا جماعه لانه رح يساعدني احسن. البطاطا انا اخترت البطاطا صغيره، لو في اصغر كمان احسن،
يعني تساعدك كثير في الشغل. هلا راح احط ايدي هيك في المي واجيب اللحم المفروم اللي انا منكهته كثير منيح وعجنته كثير منيح، وحاول افتحه، شوفوا افتحوه كثير منيح. جيبوا حبة البطاطا، انا زي ما حكيت لكم سلقتها اصلا بمي وملح، يعني مش رح احط لها اشي تاني، هيك واغلفها كلها باللحم المفروم. شوفوا دايما ساعدي ايدك، راحة الايد دايما يكون فيها مي. راح اغلفها هيك كثير منيح واحطها هون. ارجع اشتغل مرة تانية نفس الاشي، حكون شوي سريعة. راح احط كمان، ارجع اغطيها كلها باللحمة المفرومة. دايما ايدكم راحة الايد يكون فيها مي مشان شغلكم يكون متقن وتتعبيش معاها. هيك شوفوا هيك، برجع احطها هون. برجع كمان واحدة تانية، افتحها كثير منيح. اخذ بطاطا، شوف انا حكمل شوفوا شغله كثير كثير سهل. شوفوا كمان بدي اختاري البطاطا اللي تكون صغيرة، لو عندك بطاطا كبيرة كمان فيك تقصيها على نصفين عادي. شوفي هيك معنا، يعني انا راح اشيل هدول اغسل ايدي. اغسل ايدي بعدين راح احط الخلطة. الخلطة راح احط الخلطة اللي احنا متعودين عليها. الخلطة كثير كثير سهلة وكثير بسيطة. شو بدي؟ ربع بندورة. هاي الخلطة يا جماعة احنا بنحطها في كل المحاشي تبعنا، يعني اي محاشي فلسطينية اكيد راح تلاقي هاي الخلطة. احط عليها شوية مرق دجاج. لما احط مرق دجاج يعني مش راح احط ملح، لانه اوريدي فيها نسبة ملوحة عالية وانا اصلا ما حطيتهاش كلها. مجرد ما احط هيك مرق دجاج، راح احاول افتحها كلها. شوفوا هحط شوية فلفل أسود، شوية بابريكا، هيك شوية فلفل أسود، شوية بابريكا للون، هيك وأغمر فيها كل الصلصة. هيك وادخلها على الفرن اعلى درجة، لانه اريد البطاطا مستوية معانا وما بدناش وقت كبير مشان تستوي معانا اللحم حتى بدون ما نغطيها، لانه احنا بدنا تتشرب كل الصلصة. هلا شوفوا الرز كيف اتفلفل معانا، وكثير كثير كل حبة بحبتها. هلا التاتش اللي انا بدي اعمله للرز اكيد رح تستغربوا منه، بس هو تاتش كثير منيح. شوفوا انا رح اجيب بالاول شوية كركم. الكركم انا بملعقة بسيطة رح احط بس من ناحية واحدة. شوفوا لازم تشوفوا بس
هيك مثلا على جنب، بدي احط الكركم هيك. بعدين هجيب التاتش اللي انا بحبه، بينفع لأعياد الميلاد، بينفع لكل اشي، ملون غذائي، الالوان اللي بدك اياها، حتى فيك تعملي الوان الطيف كلها هيك. رح اجيب ملعقة بسيطة كثير، وايدك تكون سرعة، يعني سرعة في الايد. بدي اجيب هذا اللون احطه هون هيك، شوفوا. هجيب، انا حطيت لون الوردي والاحمر، كانش بدي احط كثير الوان، شوفوا. حطوها متباعدة مشان كلها تندمج معاكي. وعلى فكرة فيكم تحطوا المي، وفيكم تحطوا كمان، عفوا، فيكم تحطوا كمان ما ورد، وتخلطوها كثير منيح هيك بسرعة. شوفوا الألوان اللي صارت، لو حطيتوا أزرق أخضر كلها رح تكون مع بعض. رح أرجع أحط شوية كركم من هون، واللي ما بيحبش طعمة الكركم فيه يحط ملون أصفر أو زعفران. الزعفران هذاك كمان فيكم تحطوه، وتحطوا معه مية الورد. هيك الرز صار مفلفل، شوفوا، بدون نقع يا جماعة، أنا ما نقعتوش، شفتوا أنا حطيته لحاله كل حبة بحبتها. شوفوا الألوان اللي تحصلنا عليها. هلأ أنا رح أطفي على الرز، بس الشغلة هاي مهمة كثير، لما تطفوا على الرز ما ترجعوش تغطوه مرة ثانية، لأنه رح يخرب معاكم. بس أنا رح أشيل هاي الملونات كلها، رح نعمل مع بعض هلا سلطة جانبية ولا في أزكى منها. بس سلطة بشو؟ سلطة بطحينية. احنا بنعبد اشي اسمه طحينية، كل أكلنا لازم يكون فيه طحينية، كتير بنحبها. أحط كمية معقولة من طحينية هيك، اختاروا دايما زي ما بحكي لكم النوع الفاخر، هي أصلا اسمها طحينية فاخرة هيك. بعدين نفس الحركات اللي متعودين نعملها دايما، اكيد انتو حفظتوها، انه احط ليمون. اليوم انا بديش احط زبادي، بس رح احط كمية ليمون كثيرة. شوفوا ليمون هيك، واخلطها كثير منيح. بدي احط زيت الزيتون، بدي كمية كثير منيحة كمان من زيت الزيتون هيك. نخلطها كثير منيح مع بعض. اجيب المي، شوية مي بس، كأني رح اعمل صلصة للسلطة هيك هيك. بتخلط، رح احط كمان ملح، الملح على حسب رغبتكم. شوفوا انا خلطته هلا مع بعض، رح اشيل هاي، اجيب اي اشي بيساعدني في الشغل كمان، احط كل انواع الخضرة اللي عندي. انا شو عندي؟ سلطة خضرة، طماطم، نعنع، فلفل، بقدونس، خيار، وبصل. اي اشي عندك، حتى لو فجل او اي اشي عندك فيك تحطيه، بس بكمية معقولة. شوفوا انا احط سلطة خضرة، هحط طماطم كمية بس اللي بدي اياها، نعنع، اللي بيحبش طعم النعنع فيه ما يخلطهاش، ما يحطش النعنع. البقدونس طعمه غير، خصوصا الاولاد صغار بيعطيهم ذكاء. فلفلة، خيار،
خيار انا خليته بقشره، احنا بنخليه بقشره بس اغسلوه كتير منيح. شوية بصل يا حبذا، لو هيك البصل البلدي بيعطي نكهة غير في السلطة. بنخلطهم كلهم هيك مع بعض، هيك مكونات سلطتنا كتير جاهزة. السلطة هاي احنا بنوكلها بشوكة او بملعقة، يعني عادي ما تستغربوش لما تشوفوا فلسطينيين بيأكلوا السلطة بالملعقة، اشي كتير عادي عندنا لانه اوريدي احنا مقطعين كل اشي صغير. هاي السلطة جاهزة، رز جاهز، لحم البطاطا هيو في الفرن. هلا انا رح اعمل تاتش صغير ورح اجيب الرز احطه هون مشان احضر طبقي. بشوفكم اكيد بعد الفاصل، لا تروحوا لاي محل، اوعوا رجعين. شوفونا رجعنا على سفرتنا ومع أشهى الأطباق. بالفلسطيني اليوم عملت لكم رز بلحم مفروم، فيه شبه من داود باشا بس احنا طورناه، والرز زي ما شفتوا عملناه ألوان، ألوان بحفز الأولاد الصغار أكثر إشي إنهم يأكلوا. فيكم تعملوه بألوان الطيف السبعة، كل الألوان خصوصا في أعياد الميلاد. وعملنا جنبه سلطة طحينية، كل أنواع الخضر اللي عندك في البيت فيك انك تجيبيها مع شوية طحينة وشوية حامض. ان شاء الله اطباقنا تكون عجبتكم، استنونا دايما اكيد اكيد في جديد، وانا راح اجيب لكم كل جديد من فلسطين. يلا السلام عليكم. إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل، وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان.